بعد أكثر من 10 سنوات من الحملات المستمرة من قبل عائلات المغيبين قسراً، صوتت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إنشاء مؤسسة دولية جديدة. يعد هذا انتصاراً هاماً لمجموعات الضحايا والعائلات الذين قضوا أكثر من 12 عاماً في بحثهم عن إجابات. نأمل أن تؤدي هذه المؤسسة الأممية دورها في كشف مصائر المفقودين، وهذا سيكون أعظم نتيجة يمكن أن تحصل عليها العائلات. هناك اليوم ما يزيد عن 100,000 من المغيبين قسراً في سوريا، معظمهم على يد النظام السوري وآخرون على يد تنظيم داعش ومجموعات مسلحة أخرى. عام 2021 اجتمعت روابط العائلات معاً لتأسيس ميثاق الحقيقة والعدالة، وهو خارطة طريق مشتركة للعدالة، وكانت الخطوة الأولى هي كشف الحقيقة عن مصير المغيبين والمغيبات. بس لحتى يكون سلام حقيقي وسلام دائم لازم يكون مبني على العدل والحق، وأول حق هو حقنا بمعرفة مصير أحبابنا. ميثاق الحقيقة والعدالة هو الخريطة الجديدة اللي بتوحد الجهود وتحقق العدالة وتحاسب المجرمين. ومنذ ذلك الوقت طرقت العائلات والناشطات والناشطين السوريين كل الأبواب للمطالبة بالتحرك من أجل قضية المعتقلين. قابلوا شخصيات حكومية وأممية مطالبين بهيئة دولية مركزية مهمتها جمع البيانات وتحديد مكان تواجد المختفين ودعم عائلاتهم. حراك العائلات، حراك نحو الحقوق ممكن يثمر لنتائج مهمة. ألم الأمهات والعائلات عدم معرفة مصير أبنائهم هو مثله مثل التعذيب ويمكن أكثر. أنا اليوم منيح، بقدر وقف، بقدر أمشي. أمي لليوم مريضة وتعبانة بسبب هدول 3 سنين اللي كانت عم تبحث عني. دعم الأمين العام للأمم المتحدة جهودهم في تقرير تاريخي. I commend the courageous work of Syrian family, victim and survivor associations and other civil society groups, together with the efforts of many international bodies to chart a path forward. Guided by their views and advice, my report on last August outlined the framework for a solution. نحن قدرنا نحقق اللي ما عم بيقدروا كل هذا المجتمع الدولي يحققه. نقف احتراماً لشجاعة وإصرار هؤلاء الناشطات والناشطين. عملهم وجهودهم هي أقوى مثال عن التضامن وهم يناصرون قضاياهم. إن إنشاء هذه المؤسسة يعطي أملاً لعائلات المغيبين وفرصة لحصولهم على إجابات في طريقهم الطويل نحو الحقيقة والعدالة. شاركوا هذا الفيديو لدعم حق عائلات المغيبين والمغيبات قسراً في الحقيقة.